السلام عليكم البنات، شنو بسكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم عندي حفل حنة، غادي ندير بوفي وفي نفس الوقت غادي نصاوب العروسة. انا اليوم في منزل اللاعب المغربي المعروف بوصوفة ولد قليميم، هما اليوم ان شاء الله اللي غادي نخدم ليهم، وبالضبط عندي وبالضبط العروس اللي هي اخت بوصوفة. المهم خلكم معايا حتى الاخر الفيديو ان شاء الله، وغادي تشوفوا اش غادي ندير ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا حنا في الدخله ديال الفيلا ديال المنزل ديال بوصوفة، كما قلت لكم هنايا درت لهم واحد طابي كما كتشوفوا في الدخله باش يا